متابعات ومتتبعي الموقع الإخباري بديل، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكايات. في هذه الحلقة سنخوض في حكاية حراك أصبح حديث الكبير والصغير في المغرب وخارج المغرب من خلال أبرز نشطائه. لا يمكن الحديث عن الحراك من دون الحديث عن ناصر زفزافي. من هو ناصر زفزافي؟ ما هي حكايته مع الحراك؟ لماذا لم يخمد الحراك بعد؟ ما هي مطالب هؤلاء؟ وهل فعلا الاتهامات التي وجهت لهم صحيحة؟ هذه الأسئلة وغيرها سيجيبنا عنها ناصر زفزافي. ناصر مرحبا. مرحبا بك الأخ هشام، نشكرك على التواجد ديالك في إقليم الحسيمة اللي كتشهد واحد النوعية ديال الاحتجاجات أو حراك شعبي جديد. كنحييو الموقع بديل وكنتمنوا الشفاء العاجل للأخ المهداوي على إثر العملية اللي دارها مؤخرا، كما نشكر جميع المواقع اللي اتصلت على نقل الحدث بشكل صحيح وما يقع داخل إقليم الحسيمة وفي الحركة. شكرا ناصر. بداية ناصر، من هو ناصر زفزافي؟ ناصر زفزافي بحاله بحال جميع الناس اللي خرجت الشارع باش انها تنفجر ضد السياسه المخزن. انسان عادي جدا، انسان يعني رفض الحجره، رفض الظلم، رفض الاستبداد، هو بحال جميع الناس اللي كتشارك اليوم في الحراك الشعبي في اقليم الحسيمه ولا على مستوى الركاب. مجموعه من المتتبعين ديال الحراك الشعبي وخصوصا المتتبعين خارج الريف يتساءلون من هو ناصر، وضعيته الاجتماعيه، اصوله العائليه، واش هذا السيد فاقش براسه في الحراك ام انه عنده شي اصول عائليه اللي مكنته من اكتساب هذه المهارات او ماذا؟ واش ممكن تشارك معك المتتبعين ديالنا في بطبيعه الحال؟ واحد السؤال اللي هو وجيه، لان الكثيرين اللي كيتساءل لماذا ناصر الزفزافي بالضبط فقط في الحراك وما كاينش سابقا. اولا اذا كان الاخوان كيتبعوا القنوات ديال اليوتيوب غيشوفوا مجموعه من الفيديوهات اللي استنكر فيها السياسه المخزن اللي حاصل بها المنطقه تاع الريف خصوصا اقليم حسيمه، استنكر فيه التعامل ديال الدوله مع هذه المنطقه هذه. الوالد ديالي انا من المناضلين اللي كانوا في واحد الزمان في حزب الاتحاد الاشتراكي، ملي كان الحزب عنده واحد القامه، عنده واحد الهيبه قبل انه ينخرط في اللعبه ديال المخزن. لا لا لا، العائله ديالي كذلك فيها مناضلين، وتعرف انه كاين واحد العم ديالي كان كيتواجد مع الصنفيد رضي الله عنه وارضاه، محمد بن عبد الكريم الخطاب اللي كيتسمى محمد الزفزافي، الذي اغتاله النظام المخزني على طريق العريش 1972. كما كان كذلك واحد الجد ديالي اللي سميتو الحاج يزيد، الحاج الحمولي يزيد، اللي كان وزير داخليه في حكومه محمد بن عبد الكريم الخطاب اللي كانت في واحد الزمان في 1921 اللي كانت في جمهوريه الريف. القضيه ديال النضال ما عندهاش شي وقت محدد معين فين كان ولا علاش، لان اي انسان يرفض مثلا شي حاجه اللي ما خدامش لصالح العام ما حقو ينخرط في اي وقت في اي زمان، ماشي بالضروره علاش ما كانش شحال هذه او علاش بالضبط هذا. نصر، لاحظت انا من خلال التواجد ديالي معكم في الساحه ومن خلال شكل الاحتجاجات، احد الاشكال الاحتجاجيه اللي حضرتها معكم، ان عندك واحد القدره جيده جدا في الخطابه وفي النقاش مع الجماهير. منين اكتسبتيها هذه؟ واش عبر تعلم او عبر مسار يومي، او كانت سابقا لك شي انخراطات في جمعيات او شي احزاب او ما الى ذلك؟ اولا انا عمرني في حياتي ما انتمت لشي دكان سياسي ولا شي جمعيه ولا نقابه ولا اي كان من هذا، اي اطار. انا صراحه بعد مقتل الشهيد محسن فكري حسيت بواحد الحقره، حسيت بواحد الظلم، حسيت بواحد الاحتقار من طرف الدوله تجاه المواطن، سواء على مستوى المغرب ككل او بالخصوص هنا في الريف. ما عجبنيش ذاك الظلم، ما عجبنيش ذاك الاستبداد، الشيء اللي اعطاني واحد القوه ولا اعطاني ربما واحد الشجاعه اللي غادي نتكلم بها امام الجميع، وخصوصا وانه اي واحد اللي ما عندوش انتماءات للاطارات او الدكاكين السياسيه فاكيد ما كيكونوش عنده الخطوط الحمراء. اذا الريف فوق كل اعتبار، الريف ديالي هو اللي خلاني انني نتكلم بهذه القوه هذه وبهذه الشجاعه هذه. ترسي على المقتل ديال الشهيد محسن فكري، اللي نذكروا المتتبعين وخصوصا واصبح معروف انه هو الشهيد اللي مات مدفونا في احد حاويات الاسباب، من ثم انطلق الحراك او الحراك. علاقه ناصر بهذا الحراك هذا؟ اكيد بعد مقتل الشهيد محسن فكري على اثر ديك الجريمه الشنعاء اللي قامت بها السياسه العموميه، يعني مقتل الشهيد محسن فكري هو نتاج السياسه العموميه، وخصنا نعرفوا انه قبل محسن فكري كاين الناس اللي ماتوا ووقعت لهم يعني مشاكل كبيره ومن اثرها الناس اللي قدمت على الانتحار
والناس اللي قتلهم المخزن وعلى ايد الشرطه وعلى يد التعذيبات الكوميساريه من بينهم شهداء ديال 20 فبراير. ديك الليله هذيك قلنا يكفينا من الرضوخ لهذه السياسه، يكفينا من الرضوخ لهذا، يكفينا اننا ما نبقاوش يعني خايفين مازال عادوا، خصوصا انه هذا الشيء اليوم مشى محسن فكري، غدا مشى انا وغدا مشى اي كان. فقلنا يكفي من هذا التعامل ديال الدوله المخزنيه معنا، فخرجنا والناس خصوصا هنا في منطقة إقليم الحسيمة يتم حصارها بشكل رهيب جدا وبواحد السياسة خطيرة اللي من خلالها بغات تكبر المنطقة إقليم الحسيمة خاصة والريف بشكل عام. فمن ديك الليلة ديال محسن فكري قلنا يكفي من هذا الأخر، لأنه إذا استمرنا في هذا الخوف وإذا استمرنا في هذا التطبيل السياسة المخزن فأكيد أنه غادي يتم الانقراض ديالنا من هذه المنطقة ككل. يعني اللي فهمت أنا هو أن المقتل ديال محسن فكري أو الشهيد محسن فكري هو السبب المباشر للحراك، ولكن الأسباب الغير مباشرة هي اللي ذكرت لنا من ما سميته بتبنيش ميثاقة، وكانت أحداث سابقة هنا مثلا الأحداث ديال خمس شهداء ديال 20 فبراير، وماشي فقط يعني خصنا نعرفوا أنه مقتل الشهيد محسن فكري هي واحد النقطة اللي فاتت الكأس، يعني محسن فكري هي النقطة اللي فاتت الكأس واللي نتاج واحد السياسة العمومية اللي كتنهج الدولة تجاه هذه المنطقة. فبعد ذلك قلنا كيف أننا سنصبح يعني نشاهد الحصار هذا ونحن لا نستطيع الخروج أو لا نستطيع الدفاع عن المنطقة. فالتقينا إلى أنه الساكنة تخرج، خصوصا أن معروف هذه المنطقة بواحد الحصار اللي رهيب، لا معامل لا شركات لا لا لا, لا جامعات لا شيء، ما كاين حتى شي حاجة في هذه المنطقة. فأبناء منطقة الريف خصوصا قليل المسلمة قالوا صافي يكفينا من هذا الحصار هذا، يستوجب منا أننا نخلقوا شي حاجة اللي من خلالها ندفعوا على المنطقة. كتعتبروا أنتم واش هذا الحصار كتعتبروا حصار ممنهج؟ أكيد حصار ممنهج، لأنه نقول لك كاين واحد الظهير ديال العسكرة اللي خطير جدا، اللي من خلاله هو اللي كيجعل هذه المنطقة منطقة محاصرة، لأنه في هذا الظهير هذا اللي شفتي واليوم كما شاهد الجميع كيف أنه تم حصار منطقة بني بوطراح من طرف جحافل الأجهزة القمعية. وبهذا الظاهر هذا الناس المستثمرين جاوا استثمروا في المنطقة وهربوا، وهذا الظاهر هذا اللي كيعطي المنطقة منطقة التوتر واللي كيعطي الصلاحيات للنظام المخزني أنه يرتكب جميع الجرائم في هذه المنطقة هذه. أكيد الظاهر العسكري اللي بموجبه كيعطي المنطقة عسكرية. غير نفتحوا قوس في الظاهر العسكري، رغم أننا غنرجعوا له، الوالي اليعقوبي خلال أحد الجولات ديالو في القسيمة طرحوا عليه شي شباب هذا السؤال هذا، قال لهم لا ما كاينش حاجة سميتها الظاهر العسكري، وأن جات دساتير في المغرب اللي لغاتو. ردك على هذا القول ديال الدستور لا يلغي الظاهر، الظاهر يلغى بظاهر آخر، وأنا كنعتقد أنه الظاهر هذا حتى لا يكون ساري مفعول يستوجب إلغاؤه بظاهر. يعني حتى الآية في القرآن الكريم كما قلنا أنه أي آية يتم نسخها بآية أخرى، الناسخ والمنسوخ، إذا الظاهر يجب إلغاء، يعني هذا الظاهر يستوجب إلغاؤه بظاهر. والأكثر من مرة تفاعلنا مع هذه المسألة، عفوا قلنا في أكثر من مرة أنها يستوجب على الدولة أنها تخرج ببلاغ رسمي تؤكد فيه أنه هذا الظاهر غير سالي، أنه علاش ما غاديش تقدر تخرج، لأنه حنا كنأكدوا على أنه ساري مفعول من خلال الخرجه ديالهم. الى خرجات فاكيد المستثمرين ملي غيسمعوا انه ما كاينش الظاهر اكيد غيكونوا يتابعوا المسؤولين اللي كانوا منعوهم من الاستثمار هنا في المنطقه. نصر حراك الريف هذا هو الاسم المعروف به وطنيا ودوليا، واش نتوما اخترتوه لقتوا عليه او هو جا صدفه؟ هذا الحراك هذا اكيد يعني جاب بشكل عفوي، الناس خرجت الى الشارع استنكرت ذاك الجريمه اللي وقعت لمحسن فكري، ولكن من بعد شاف انه هي الفرصه المناسبه من اجل انها صافي تحبس، يعني الفرصه المناسبه اللي من خلالها تقدر تستطع الدفع على المنطقه. وهذا الحراك هذا سمي بحراك الريف لانه اذا شفتوا بعد مقتل الشهيد محسن فكري ان المواقع جميع المواقع اللي صامده الى حدود الساعه هي المواقع اللي كتواجد على مستوى الريف. فعلا كان تضامن من اخواتنا المغاربه في مستوى باقي المدن الاخرى، ولكن كانت في البدايه وفقط، اما الاستمرار فكانت على مستوى الريف تقريبا ككل. غير باش نسكت الصوره اكثر، المواطنين اللي خارج الريف وكاين مواطنين من مناطق اخرى في المغرب او خارج المغرب اللي باغيين يفهموا واش كتقصدوا بالريف، واش عماله الحسيمه واقليم الحسيمه بالضبط، او عندكم شي مفهوم اخر للريف مثلا المفهوم التاريخي اللي كان عندنا؟ اكيد المفهوم التاريخي، يعني عبد الكريم الخطابي مثلا كاين المفهوم الجغرافي، كاين يعني انتم واش كتقصدوا بهذا؟ حنا كنقصدوا بالريف هو من الحدود ديالو من القصر الكبير حتى النهر الملويه، هذا هو الريف اللي كنقصدوه حنايا. ولكن الى حدود الساعه فانه ماشي كاع الريف الناس كيخرجوا، ولكن كاين واحد النسبه اللي هي نقولوا مثلا اقليم الحسيمه، ميدار، دريوش، الناظور، بركان، تطوان،
اذا هادو كلهم كل هذه المدن هي جزء لا تجزا من هذا الريف. وما قد تطمحوش او لا ما عندكمش واحد الرؤيه انكم تسعوا الاحتياج تشمل كامل للريف؟ اكيد 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 اليوم الدوله عندها تخوف كبير من انه يتسع الحراك على مستوى الوطني ككل، خصوصا انه اليوم شفنا في خريبكا كاين احتجاج، اسفي كان احتجاج في من ملال، عفوا احتجاج اليوم في اكادير تا هو كاين احتجاج. حنا نتمنى ان يتسع هذا الحراك على مستوى الوطن ككل، لانه اعتقد ان الفساد اللي كاين في هذه البلاد ما كاينش في بلاد اخرى. غير في النقطه ديال مقتل الشهيد محسن فكري، لمن كتحملوا المسؤوليات في هذه النقطه؟ المسؤوليه تحملها اولا الوزير اخنوش بحكمه هو الوصي على القطاع الصيد البحري، لانه الوفاه ديال محسن فكري جا نتاج السياسه الغير مسؤوله داخل الميناء. اذا ما وقع لمحسن فكري كان بالسبب ديالو هي السياسه ديال القطاع، السياسه اللي نهجها وزير الصيد البحري والفلاحه اللي هو اخنوش. اذا نحن نحمل المسؤوليه اولا لاخنوش، كما نحمل المسؤوليه لوزير الداخليه، ثم كما نحمل المسؤوليه لحموشي طبيعه الحال وزير الداخليه السابق والحالي، لانه الوزير الداخليه هو يعني جا ربما غيكمل على السياسه ديال وزاره الداخليه كمؤسسه. والحموشي كذلك نحمل المسؤوليه، لان بعد مقتل الشهيد محسن فكري ما انتظرش انه يستنى الفرقه الوطنيه فيها توصل التحقيق. حموشي مديريه العمل الاموطني، لان قبل ما يستنى ما احترمش القوانين، لانه كان المفروض انه يحترم للفرقه الوطنيه اللي غادي تجي دير تحقيق بهذه النافذه هذه، الا انه سارع الى اصدار بيان اللي كيبرئ فيه رجال الشرطه، مما يؤكد لنا انهم جزء من هذه الجريمه تاهما. بخصوص ال 11 ديال الاشخاص اللي تتابعوا في المحكمه ومنهم اللي صدرت في حقهم احكام وصلت حتى 8 شهور، كاين 5 شهور، كاين اللي صدرت في حقهم براءه، كيفاش كتشوفوهم انتم هادو هاد الاشخاص اولا والاحكام اللي صدرت في حقهم ثانيا؟ اولا نحن لا نبرئ احد ولا نتهم احد، ولكن ارى ان كل الذين صدرت في احكامهم الاحكام هذه هم في حقيقه الامر ارى انه مجرد اكباش فيدان. هم شاركوا ولكن اكباش في اداء ضحت بهم الدوله. كان المفروض انه اعتقد لو اننا في دوله الحق والقانون ان يتم استدعاء اخنوش بحكمه الوصي على هذا القطاع الصيد البحري، ولكن ما دمنا في دوله باكسح ودوله التليفون وهذه راه فاكيد ان اخنوش غيتم تبرئته. انتم طالبتم في احد المسيرات ديالكم اللي كانت هنا حاشده فاتت 40,000 لمحاسبه، وكذلك الدفاع ديال عائله محسن فكري طالبت كذلك بحضور استدعاء وزير الصيد البحري والفلاحه عزيز اخنوش، لكن شكون اللي رفض الاستدعاء دياله؟ اكيد تتحمل مسؤوليه يتحمل القضاء، ومن يتحمل وزير العدل ومن يتحمل المسؤوليه، لان هذا القضاء كما يطبلوننا عبر الاعلام انها يعني مؤسسه مستقله وكذا، ولكن في اخر المطاف ارى انها ليست مؤسسه مستقله بقدر ما انها مؤسسه يتم يعني يتم الاحتكام فيها الى مسؤولي كبار في الدوله وفقط. طيب نعود للحراك بخصوص المطالب ديال هذا الحراك، هذا تتقولوا فيها مطالب سياسيه واقتصاديه، واش ممكن نبسطوها اكثر للمواطن اللي ماشي من المنطقه؟ احنا منذ وفاه الشهيد محسن فكري رفعنا درنا واحد الملف حقوقي، والطريقه ديال 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 بناء هذا الملف الحقوقي كان اولا عبر الخرجه ديالنا على مستوى المداشر والقرى، تواصلنا فيها مع السكينه، يعني نعرفوا المعاناه ديال السكينه. بعد ذلك درنا واحد المسوده اللي كانت فيها في بدايه الامر 21 مطلب، بعد ذلك عطينا واحد المده واحد الاجل لجميع الابناء المنطقه باش يشاركوا بالتنقيحات ديالهم بالاراء ديالهم بالافكار ديالهم، ثم بعد ذلك درنا واحد شاركتوا السكينه في اكيد اكيد شاركنا السكينه، وكان يعني بشكل ديمقراطي راقي جدا. والاكثر من ذلك انه بعد الاخر ما درنا تنقيح لهذا الاخر، درنا سميتو درنا جمعنا هذا الملف الحقوقي عرضناه على السكينه باش غادي تصادق عليه بشكل ديمقراطي. فبعد طرحنا لهذا الملف الحقوقي صادقت عليه السكينه، طرحناه امام الملا وما لم نرى اي اعتراض من احد. المطالب ديالو هي مطالب في بعضها أكيد. يعني الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، واش كاين شي مطالب سياسيه او لا؟ ما كاينش حتى شي مطلب سياسي تما، كاين مطالب اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه، وواحد الظهير اللي كتعتبر المنطقه منطقه عسكريا وطالب برفعه، لاننا لسنا في سوريا ولسنا الظهير ديال 59. اذا بهذا الظهير يتم حصارنا كاننا في سوريا او العراق. نحن شعب مدني، شعب مسالم، شعب يطالب بابسط حقوق العيش الكريم التي يعني كيخولك من خلالها الدستور الممنوح، كيعطيك الحق انك تطالب بالشغل وبالصحه وبالعمل بالشغل وبالصحه.
ممكن تذكر المتتبعين ديالنا بعض هذه المطالب مثلا؟ نطالب جامعات، نطالب احداث مستشفى جامعي، نطالب احداث مستشفى السرطان، بحكم ان هذه المنطقه هذه تعرضت لوابل من القذائف لتحميل المواد الكيماويه من طرف الاستعمار الاسباني هذاك اللي كان محتل هذه المنطقه ديال الريف. نطالب بمعامل وشركات، نطالب بمعاقبة لوبيات العقار اللي يسرقوا الأراضي من البسطاء الذين ساكن كيشوفوا المستقبل في الأراضي يسرقوا عليهم، نطالب كذلك معاقبة لوبيات داخل الميناء اللي كينهبوا الثروة السمكية. كما كتعرفوا أنهم اللي كيوصلوا الصيف، الصيف اللي كيوصل 30 40 درهم، وهذا الشيء راه منكر. إذا كل ما رفعناه من مطالب يعادل مشروع لا يختلف فيها عاقلا إلا من يطبل لسياسة الدولة المخزنية وفقط. كل الجهات اللي كتسجل انتم هذا الملف المطلبي ديالكم او اللي سميتيه انت الملف الحقوقي؟ الملف الحقوقي في اكثر من مره الخطابه ديالنا وجهناها الى الملك مباشره، قلنا له اننا عندنا ملف حقوقي يستوجب على الدوله تحقيقها بحكم اننا مواطنين، وبحكم انه حنايا اللي كنطالبوا به بمطالب عادله ومشروعه. الا ان لحدود الساعه الدوله تبين لنا ان الدوله عدميه، دوله لا تؤمن بلغه الحوار، وان هذه الدوله تؤمن بلغه القمع والاعتقالات ولغه الهمجيه وفقط. كاين بعض المواطنين وبعض المتتبعين وبعض المحللين كذلك اللي كيطلعوا في بعض القنوات الدوليه كيقول لك بان الملك سمع النداءات ديالكم ورسل جوج خطرات صيفط لكم لهنا وزير الداخليه ديالو الاسبق اللي هو حصاد والحالي اللي هو ديوك التيت، وبلغكم رضاه عنكم بعد هذه الاحتجاجات، وهذا الشيء كان بمعنى انه راه سمع الاحتجاجات وانه راضي عنكم، ويعني وانتم ما بغيتوش تسمعوا او لا، يعني كيفاش كتردوا على هذا الشيء؟ اعتقد انه 60 سنه من الحصار السياسي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي على المنطقه، اكثر من مره يطبرون عبر اعلامهم على اساس انه كاين مشاريع تنمويه لهذه المنطقه، والاكثر من ذلك ان الدوله المخزنيه هذه يعني تتلقى دعم بشكل مباشر على ظهر هذه الريف هذا من طرف الاتحاد الاوروبي ومن طرف دول خارجيه اخرى. ولحدود الساعه لم نرى اي مشاريع تنمويه بقدر ما راينا جحافل من الاجهزه القمعيه تحج الى اقليم الحسيمه من اجل ان تحاصر الاحتجاجات اللي هي احتجاجات سلميه. الملك كما قلت انه بلغ الرضا، يجب ان نفهم ما معنى الرضا. هل الرضا بتحقيق الملف الحقوقي للمواطنين، ام الرضا بالاعتقالات وبالتخويف وبالترهيب وبعسكره المدينه؟ فاعتقد انه الامر هنا اراه ان الرضا يعني الاعتقالات، يعني ترهيب المواطنين وتخويف المواطنين ليس الا. فاعتقد انه اذا كان مفهوم الرضا هو انه يعني يجب يعني ان تحقق الرضا انك ترضى على شيء واحد اخر وهو تحقق لك الشيء اللي يبغى، مع العلم انه نحن لم نرفع اي مطالب سياسيه بقدر ما هي مطالب بسيطه جدا ولا يختلف فيها عاقلا عليها عاقلا. هنا ناصر كاين اللي كيشوف بان مثلا كاين مناطق احتجاجات بعض المناطق اخرى من المغرب ما تسوق لهم حتى واحد، مثلا النموذج كاين واحد السلاليون في اظن سي الطيبي اعتصموا خمس ايام وهما معتصمين فوق واحد اللاقط هوائي ما جا عندهم حتى رئيس الجماعه ديالهم. كاين احتجاجات في مناطق متعدده من المغرب، كاين قضايا اللي تارها اعلام بشكل كبير مثلا قضايا في اسفي معروضه امام المحاكم، ولكن انتم خرجتوا في تظاهرات لمده ديال شهور جوج خطرات كيجي وزير الداخليه الاسبق والحالي وعقد اجتماعات مع منتخبين، وكاين هذا السؤال تحسيت لواحد السؤال كاين جرائد اللي تسالت واش هاد الناس باغيين يجلسوا مع المال. واخا اولا من الموقع ديالكم اعلن تضامني المطلق واللامشروط مع جميع المدن المغربيه التي تخرج من اجل ان تدافع على حقوقها، ونحن نرى ان كل من يخرج من اجل ان يدافع عن حقه انه نعلنوا مع التضامن ديالنا ونوقفوا معهم. اعتقد انه الفرق اللي كاين بيننا وبين المناطق الاخرى ان هذه المنطقه تاع الريف او خصوصا اقليم حسيمه تخرج فيه مسيرات بالالاف الالاف والالاف، الا ان الدوله ترى بمنظورها ان منطقه الريف واحد المنطقه ديال التوتر، لانه الفرق اللي بيننا وبين المدن الاخرى انها تكون المدن عند الدوله المغربيه مدن مدنيه امر عادي جدا، لكن المنطقه وخصوصا اقليم حسيمه تعطى بها منطقه عسكريه وبموجبها يعني حق الاخر التواجد العسكري هنايا. فاعتقد انه التواجد ديال الوزير الداخلي هنا من اجل اخماد لهيب الحراك الشعبي وايجاد حلول التي ترضي الدوله ولا ترضي الجماهير الشعبيه. اذا الحلول القمعيه ولا اراها امنيه، انا ارى ان الحلول الامنيه هي استجابه للحقوق المواطنين باش يرجعوا لديور ديالهم، ولكن ارى ايجاد حلول قمعيه من اجل القمع واخماد لهيب ديال الحراك الشعبي وفقط.
النصر واش لكن فقط نتساءل ما الذي يجعل الدولة إلى حدود الساعة لا تريد الاستجابة إلى الملف الحقوقي، مع العلم أنني أرى أننا نطالب جامعة، إذا مشيت الرباط بين الرباط وكازا كتلقى جامعة في الرباط جامعة في كازا، في مكناس وفي فاس نفس الشيء، في مكناس وفاس كتمشي تطوان لا مين شوز تطوان وطنجة، علاش بالضبط حنا في الحوز الإقليمي حوزنا ما بغاوش يديروا لنا الجامعة؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه ولم أجد إجابة لا من الولي اليعقوبي ولا من أي مسؤول من الدولة. خلال الاجتماعات اللي عقدها وزارة الداخلية مع هيئات منتخبة وفاعلين في المجتمع المدني، واش تم الاستدعاء ديال نشطاء الحراك؟ أولا اسمح لي، بأي حق يجتمع وزير الداخلية بالمنتخب؟ هنا الدولة تعترف ضمنيا على أنه مازال وزارة الداخلية هي اللي كتعتبر أم الوزارة، ومازال وزارة الداخلية هي اللي كتحكم في كل شيء، ما كاينش شي استقلاليه وما كاينش حاجه، في حين انني انا شخصيا ارى سمحيه فقط ارى ان المنتخبين بين قوسين تم تبخيسهم لا من طرف وزاره الداخليه ولا من طرف ممثل الملك على مستوى الجهه ديال طنجة تطوان الحسيمه، المنتخبين الذين ينتخبون من طرف الشعب تم تبخيسهم من طرف من هو معين من الملك، اعتقد انني انا اذا كنت منتخب وانتخبت من طرف الشعب وجي الوالي انا يمنعني يدخل لي في الصلاحيه ديالي، وخصوصا وان الولي اليعقوبي اكثر من مره قال اننا في دوله المؤسسات، واكثر من ذلك بخص القضاء ودخل في شؤون القضاء، بخص كذلك الاعلام نهار اللي مشى الاعلام على الخارجي، في حين انه النهار اللي مشينا حنا الاعلام على برا قال لك هما بداو كيهربوا بداو يتهمونا بالخيانه، في حين كيف نسمي الان الولي اليعقوبي؟ غير في هذه النقطه ناصر، غير التذكير ديال المتابعين ان موقع بادير راه اتصل بالولي اليعقوبي من اجل انه يسمع له حتى هو في روايته، وقال بانه اتصلت به شخصيا قال لي انا راه في الاجتماع الان سالي الاجتماع غنتصل بك او اتصل بك شي احد من طرفي، الحدود الان دازت اكثر من 24 ساعه اكثر من 36 ساعه ولم يتصل، غير في هذه النقطه هذه كتقصد بانه بخص الاعلام خلال الخرجه ديالو اللي في وكاله الانباء الفرنسيه اللي قال بانه غيهدد اسمه فينا البعض اسمه تهديد بالمتابعه ديالكم قضائيا، وقال بان هذاك الشيء كاين غير في الحسابات الفيسبوكيه واتهمكم بالدعوه الى العنف وان الحسين هذا وما فيها والو، وانتم واش رديتوا عليه عبر بيان عبر شيء ماذا كيفاش رديتوا عليه؟ طبعا اولا ردا على ما قال الولي اليعقوبي قمنا بالرد عليه في اكثر من مناسبه وفي اكثر من كلمه وخطاب، قلنا له ان الاعتقالات لا يمكن في ارض الواقع نحن نؤمن بالعمل الميداني ولا نؤمن بالعمل ديال الاخر فقط، احنا قلنا له الولي اليعقوبي وعرفنا وتاكدنا بالملموس على ان خرجه الولي اليعقوبي ومحاوله تهديد نشطاء الحراك الشعبي للاعتقالات هي الركله الاخيره ديال اللي كيتبح الحولي كيبقى يضرب كيبدا يركل، هي هذيك الركله الاخيره ديالو، مشى اللغه ديال ولا مشى اللغه ديال القمع ديال اللغه ديال الاعتقال من خلالها يستقوي باش يرجعنا للديور، ولكن تاكد فيما بعد انه بعد خروجه بهذا الكلام هذا الغير مسؤول جيش سميتو جيش الشارع جيش جميع المواقع، اذا كيتبين لنا ان الولي هو جزء من المشكله وليس من الحل. غير باش نسرعوا شويه لانه حنا كنصوروا في الظروف كنطلبوا من المشاهدين يعذرونا لانها وكنشكروا ناصر والنشطاء ديال الحراك الحسيمه على الصبر ديالهم معنا وعلى التضحيه ديالهم. كاينه ربما اكيد سمعتي بمجموعه ديال الاتهامات اللي تم التوجيه ديالها للحراك ككل والنشطاء وبعض النشطاء او النشطاء ديالو بصفه عامه، ومن بين هذه الاتهامات هي اتهامات بتلقي الناس ديال الحراك للتمويل الخارجي، ومن بين هاد وجات من بين الاتهامات جات في مجله اللي هي مجله جون افريك اللي قالت بانكم تلقيتوا تمويل من طرف شي جمعيات كاينه في اوروبا وبالضبط بلجيكا وربما وهولندا اذا ما خانتنيش الذاكره. قبل ما نجيو للاجابه على الاتهامات، واش الحراك في المسيرات اللي كيدير وفي هاد الانشطه الاحتجاجيه دير واش كيحتاج شي تمويل؟ يعني شنو كتحتاجوا كلوجيستيك كتمويل بعدا باش نقرا اولا عاد نجيو للاجابه على واش كتلقاو تمويل؟ واخا سؤال وجيه يعني كنتسنى انك تسالوه. اولا قضيه ديال التمويل والتضخيم في هذا التمويل هذا اعتقد انه كاين لاول مره في التاريخ ديال الحركه الاحتجاجيه يتم داخل الاجتماع تصوير الاجتماع ويتم توثيقه عبر اللايف، فالطريقه باش اننا نهار اللي كنبغيو نديروا شي لافته الناس الحاضرين اللي جالسين تما كل واحد كيسام 10 درهم 50 درهم 100 درهم ب 70 كل واحد كيسام. شي مصاريف كثيره؟ ما كنحتاجش مصاريف كثيره، حنايا نهار اللي كنخرجوا في مسيره كنديروا لافته كاينه بالكرتون كاينه
الثوب ماشي شي حاجه اللي كبير كبير بزاف، والاغلبيه اللي كيشاركوا كشباب في الحراك الشعبي او كنساء او كيشا كله كيساهم بالاخر من الموقع ديالو. فقضيه التمويل الخارجي، الدوله في اكثر من موقع مخابراتي، في اكثر من اعلام مخابراتي روج على اساس ان نشطاء الحراك او الحراك ككل يتلقاني تمويل خارجي، في حين نحن كنشطاء الحراك الشعبي تحدينا الدوله المخزنيه في شخص مخابراتها العسكريه والمدنيه ان تاتينا بحجه واحده او بدليل على ما تدعي، وسنلقي بانفسنا على قمه جبل الدبي، الا ان الدوله عجزت عن ذلك، لانه لماذا الحراك لا يتلقى اي دعم. كذلك ومثال ما روجت احدى المجلات اللي بين قوسين اللي هي عالميه اللي هي جون افريك، واللي حنايا اليوم كنستعدوا اننا نقاضيوها على مستوى اوروبا، خصوصا في فرنسا في القضاء الفرنسي، اللي قالت بانه كاين واحد الوثيقه. نحن كذلك نتساءل ما علاقه جون افريك بالمخابره؟ هذا هو السؤال اللي هو منطقي، والسؤال اللي هو عقلاني خصنا نسالوه، ما علاقه؟ هي قالت بان لديها حجه. نوضح الصورة وكملنا الرسالة. غير باش كان المتتبع اللي ما فهمش فهم، يعني كتقصد المقال اللي جا في جون افريك، واللي قالت بان ساندت فيه على وثائق مخابراتية، ما عرفناش واش طلعت عليها جبرتها أو سربوها لا أو جبرتها طايحة في الأرض أو لا ماذا، هذا اللي كتقصد. حنا قلنا في أكثر من مرة أن جون افريك لها علاقة وطيدة بالمخابرات المغربية، وحنا هذا الشيء عارفينه مزيان، لأن في أكثر درت معها لقاء ودرت فيها تصريح، داك الشيء اللي قلته ماشي هو داك الشيء اللي حطت تما، مع العلم أنه لدينا داك الشيء موثق بالصوت والصورة، موثق في اللقاء ديالنا اللي درناه، والإشارة فقط أن جون افريك الصحفي ديال جون افريك المصور ما يزيد عن 150 صورة اللي دار ليا، 150 كل جنبه، ثم تأكدنا في بداية الأمر أن هذا جون افريك عليها علامة استفهام كبيرة. ولكن نحن نتساءل، الدولة حدود الساعة لماذا لم تأتي بحجة واحدة ولا ببرهان ولا دليل؟ فقط ما تروج عبر بيادقها من الصحافه الصفراء التي تتقاضى اجور من الداخليه من اجل تشويه وتسفير الحراك الشعبي. بالاضافه لاتهام التمويل الخارجي، كاين اتهامات اللي كيقول بان هذا الحراك كتستغلوا دول خارجيه من اجل، اما كيقولوا احيانا الجزائر لاثاره الفتنه داخل المغرب، احيانا كيقولوا دول اوروبيه من اجل الضغط على المغرب لاشياء اخرى مثل اسبانيا مثلا. انتم الرد ديالكم على هذه الاتهامات كيفاش؟ اعتقد ان ذاك الشعار ديال المؤامره انتهى زمانه، نحن الان في 2019، اذا كانت الدوله عندها تخوفات من ان اي جهه خارجيه بغات تستغل هذه الحراك هذه، فما عليها الا ان تحقق الملف الحقوقي، ما غيبقى حتى شي حراك. نحن اكدنا في اكثر من مره الموقف ديالنا من النظام الجزائري، قلنا على انه نظام مخابراتي، نظام فاشيستي ارهابي داعشي يقتل في اخواننا الجزائريين. في اكثر من مره شاهدنا جرائم جنرالات الجزائر بحق اخواننا في مزاب وغردايا ولا على مستوى الجزائر ككل، بحق الشعب الجزائري. كذلك قلنا موقفنا من بوليزاريو، وحددنا موقفنا على انه هاد البوليزاريو هادو مجرد مرتزقه اللي شادين ديك المنطقه، وهذيك المنطقه لا تعود لهم. اذا اكثر من ذلك قمنا، يعني درنا تحديات كبيره، لكن في المقابل الدوله لا تريد لهذا الحراك ان ينجح، لا تريد ان يمتد هذا الحراك على مستوى المدن المغربيه الاخرى، ولكن نقول انه اذا كانت الدوله مستمره في هذه السياسه فالحراك سيمتد الى باقي المدن المغربيه. من تخوف الدوله اذا امتد الحراك؟ تخاف من ان تعطي الشرعيه لهذا الحراك، تخاف من ان تخلق ابطالا من هذا الحراك، الدوله تخاف ان حققت كل هذه الحقوق ربما يعني غادي تنوض للمدن الاخرين، حتى هي غادي تبكي وحتى هي غادي تصرخ وحتى هي غادي تطالب. كاين تهمه اخرى واش تسمح لك كثرت عليك، راه ماشي انا اللي كنتهم، وانما هذه التهم راه رائجه ومناسبه ان نوضحوا الصوره اكثر للمواطنين. التهمه ديال اللي كيشوف بان هذا الحراك ربما يهدف في المدى المتوسط الى او البعيد او لا الى الانفصال او الدعوه للانفصال، وفين كتلقى المبرر ديال هذه التهمه هذه؟ في رفع العالم ديال الجمهوريه ديال الريف اللي اسسها مجاهد القحطاني، اللي والغياب ديال العالم العالم الوطني. طيب يعني اولا ما يشاع وما يقال انه لماذا لا يتم حمل العلم المغربي؟ نحن لسنا في حرب مع دولة أخرى، وأكدنا في هذا الأمر في أكثر من مرة، نحن لسنا في حرب الأعلام، بخصوص علم جمهورية الريف التي أسسها الصنديد محمد بن عبد الكريم الخطابي
رضي الله عنه وأرضاه، هذا العالم هذا عنده دلالة تاريخية، وهذه الدلالة التاريخية اللي ما بغاش هذا العالم هذا اللي أصلا لولا يعني حصار ديال الدولة للتاريخ الريف كان هذا العالم غيكون أمر عادي جدا، ولكن الدولة بخسات تاريخ الريف وبخسات لا 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 القضية تاع الريف، فهذا العالم جاب واحد الشكل للناس لما تنفست الحرية من خلال الحراك الشعبي، فبغات هي لما تنساش التاريخ ديالها، لأنه لا يعقل لا يعقل. هو ماشي عنده مشكلة فقط مع العالم، هو ما عنده مشكلة حتى مع صورات محمد بن عبد الكريم الخطابي، يخافون طبعا أتكلم عن النظام المخزاني، عندهم تخوف حتى من الصورة، حتى هو ميت راه في القبر كيخافوا منه، وما يؤكد ذلك أنه ما قدمت عليه جحافل أجهزة القمعية في ملعب أسفي يوم تم نزع صورات مولاي محمد من على الشباك اللي كاين تما. هنا يؤكد على أن الدولة المخزنية تحاصر التاريخ، تحاصر الريف وتحاصر تاريخه. هذه النقطة تمنعته من التحليل ديال الفكرة ديالها. أكيد كانت واحد الذكرى اللي غادي تكون تاريخية، كانت غادي تكون تبارك الله واحد المسيرة اللي ما كتبش عليك ما كان زايدش غادي تكون مليونية، لأنه حجة والحمد لله من جميع المدن المغربية، جاوا الناس معنا مستوى أوروبا باش يشاركوا في التخليد ديال خمسة، والأكثر من ذلك أنه ما يعني كنا كنسمعوا على 58 و59، ولكن في يوم 5 فبراير اللي كان كيصادف اليوم العالمي ديال اللي كيصادف اليوم الرحيل ديال محمد بن عبد الكريم، هو كان حقيقه نهار 6 ودنا نهار الحد بحكم انه الناس كانوا بغاو كلشي يشارك يجيب الحد، فكان تخوف كبير للنظام المخزني حتى انه مع 9 ديال الصباح بدا كيقتحم المقاهي كيسب المواطنين، ومن هذا الموقف المقاعده وحمل الوزارة الداخلية مسؤولية ما وقع في 5 فبراير وعلى رأسه المسمى عصام هذا المجرم هذا. إذا سمحت ناصر لا لا هذا كلامي أتحمل فيه مسؤوليتي، احنا في الموقع إذا ذكرتي الاسم غنوليو خصنا ننتشطوا فيه وناخذوا من حق التصل به، يعني ممكن تصل به تهضر على الصفة ديالو ولكن كاسمه أنا أقول وأتحمل مسؤولية ولا أخشى في الله لو ما تلاعب. لا ماشي كنقصدكش أنت، أنا عرفتك في هذ اليومين وجلست معك عام قرب ودخلت لدارك وعرفتك مزيان، ولكن غير الاخلاق المهنيه ما كتسمحلناش اننا نذكروا اسم ديال شي واحد هو غير موجود معنا، وبالتالي وهل من الاخلاق من الاخلاق ان تسب اعراض النساء؟ اسفتي نعم هضر على الصفه ديالو هو شكون مسؤول امني مثلا او شكون، ولكن كنذكروه كاسم من احسن يعني. وانا غادي نقول ما يمكنش غادي نقول كوميسير ومن غير ما نحددش الشخص، لان غادي نظلم الناس اخرين، ملي غنقول كوميسير المسمى عصام كنحدد شكون هو، لان الا قلت كوميسير راه كلهم كوميسيرات خصنا نحددوا بالضبط شكون هو. طيب تفضل. يعني هاد النقطة العالم جناها واللي كنتمنى أنا ونتمنى تكون فهمت مزيان أنا ما عنديش مشكل خوتنا المغاربة، أنا ما عنديش مشكل ديال العالم المغربي، أنا اللي بغيت ياخذ العالم المغربي وتفضل الحراك أهلا وسهلا، لأن حنا عندنا الديمقراطية، حنا عندنا مفهوم ديال الديمقراطية ما عندناش الديكتاتورية. حنا عرفتي شنو المشكل اللي عندنا؟ عندنا مشكل واحد فقط هو مع السياسة المخزنية اللي قهرت المنطقة واللي حاصرت المنطقة. طيب نصر في إطار ما أشيع مؤخرا أن كانت واحد دعوة لتنظيم واحد القافلة تضامنية إلى مدينة الحسيمة، ويشاع بأن النشطاء ديال الحراك رفضوها وعبروا على أنهم ما باغينش هذه القافلة، واش هذا الشيء صحيح؟ فعلا حنا رفضنا هذه القافلة هذه من منطلق أننا نرفض الدكاكين السياسية، هذه من جهة. والحاجة الثانية أنه إذا كان شيء تضامن حقيقي وصافي بدون الركوب قصد منه الركوب على الحراك، فأعتقد أن ذلك القافلة كانت خصها تكون في المركز، لأن القرار كيجي من المركز، وكنا نتمنى أنه فعلا أنه إذا كان شيء قافلة غادي تكون في المركز ماشي هنا، لأن حنا هنايا الحمد لله المسيرة ديالنا كتخرج بالآلاف، والتضامن إذا كان شيء تضامن غيكون في المركز ويكون على مستوى المدن الأخرى.